كلكك. شاف السيارة هنا؟ السيارة هذه. وقف، خليني أتأكد. هالسيارة المفروض ما تكون هنا. السيارة ها، الموقف هذا حق احتياجات خاصة. هاي جابها هنا. يبي لي يصورها. وين جوالي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بيلي صورها بس شوية. ارفع بلاغ. هالسيارة المفروض ما توقف هنا، الله يسعدك. ثاني ما توقف هنا. خليني اصورها. يا ربي، من وين طلع لي ذا الشرطي الحين؟ من وين طلع لي ذا الشرطي الحين؟ وش اسوي الحين انا في نفسي؟ لازم اشوف حل واشوف طريقه. لا حول ولا قوه الا بالله. اعطاني مخالفه. يا الله، الواحد يتطالع يترزق الله ياكل مخالفه على هالصبح. دقيقه، انا عندي الفكره وعندي الحل والطريقة. والله لو أوريك مسوي شرطي أنا اللي أقوى واحد في العالم. أنا أوريك. مخالفة. يا أستاذ صيدلاني، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ شو الأخبار؟ هذه صيدلية؟ لا والله بقالة. ما شاء الله عليك، دمك خفيف مرة يعني الصراحة. طيب سؤال، الحين انت وش تشتغل؟ وش شهادتك؟ والله انا شهادتي سباك، جيت هنا صيدليه يعني عشان سباك. شفت كيف؟ ما شاء الله خفيف دم، بسم الله عليك. طيب انا الان رجلي توجعني واحتاج اي شيء، كرسي، ابغى كرسي متحرك اني امشي عشان اوصل لسيارتي. تكفى. لا يا شيخ، انت ما فيك الا العافيه، ايش تبي بالكرسي؟ انت وش دخلك الحين؟ انا رجلي توجعني، كيفي ابي اشتري؟ يا شيخ رجلك ما فيها شيء، شفها. شفها، رجلي تجعني يا ابن الحلال. لا خلاص صدقتك. دقيقه، صدقتني الحمد لله رب العالمين. طيب عطنا بالله كرسي. تفضل. الله يجزاك خير ويدخلك الجنه يا رب. قل امين. امين يا رب. الله يجزاك خير. وين رايح؟ كيف يفتح ذا؟ بروح لسيارتي. لا قديمه ذي الحركه. الحساب يعني؟ طيب اسمع، بروح شوي واجيك. ها؟ لا 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 لا، ايش بك يا ابن الحلال؟ حساب. لا تصدقني اخوي، جيب حساب يا اخوي. لا ارنك ذا الكرسي. انا لله من ذا الوضعيات. وضعيات قال لك اخوي؟ دي اقول امسك بس. انا لله اشتغل لك. استغفر الله العظيم. بسم الله ما انسى. اوه يا ربي. ايش؟ اوه انت، حياك الله يا سعادة الشرطي، كيف حالك؟ ساكم خير؟ انت رايح سيارة؟ هذه سيارتي. ايوه سيارتك. ايه، ما تدري وش اللي صار معي اليوم. فيك اليوم وانا راجع من الشغل في الدور ال 13، عرفت؟ 13. وانزل من السلم وفجأة على وجهي واطيح الدور 12 11 10 9 8 7 عرفت؟ 6. وصلت للدور الصفر. ايه، شوف رجلي كيف مقطوعة بس موجودة. يعني هذه شو اسمه، صناعية يعني. صناعية. بس اعطيتني مخالفة. الله يسامح. الحين بشيلها. ابشر، بس اقول لك بعطيك فلوس وخلاص يعني. اعطيني فلوس. خلاص. لا تكفى، ما ابي تكفى. ما تبيها؟ شكرا. ما ابي. شو ما تبي؟ شكرا، يعطيك العافية. يعطيك العافية سعادة الشرطي. تامرنا على شيء؟ ابد. سلامتك. الله يسعدك. السلام عليكم. فمان الله. يلا فمان الله. على السلامة. يعطيك العافية. اوه يا رجلي. يا اخي يعجبوني الاغبياء يا رجال. اقول خلني بس ارجع الكرسي واخذ فلوسي واروح وراي دوام. السلام عليكم. حياك الله، كيف حالك استاذ استاذ صيدلاني؟ الله. ممكن ارجعها بس بعد اذنك؟ لا ما في ترجيع. الله اقول لك، طابت رجلي والله لك الحمد. يعني الوالده اعطتني وصفه سحريه. ايوه، فجاه طابت رجلي. لا هذه الوصفه لازم الحين نحتاجها. لازم تشرب معلقه كمون مع معلقه. أيوة. ليمون وبيض مطحون. اها. نعم. الله يستر عليك. يلا اطلع برا يا ابن الحلال. اقول لا تفكفك امها، تكفى خذ الفلوس. قلت ما في ترجيع، انت ما تفهم. اقول لك بدق الحين انا على وزاره التجاره. لا خنصة. طيب يلا عطني بس اقول، بس لا يكثر. والله يا شيخ عطني فلوسي. خذ كرسيك النايم التعبان، واضح انه مستعمل رايح فيها.
احنا لله يعطينا كرسي اشغلونا واخرونا. استغفر الله العظيم. يا الله يا كريم يا مرخص البنزين. اوه وعاش وعاش والله عاش، هذا له اموري راس وشاش، قروش وقنقن قرقش، قروش وقنقن قرقش. يا اخي ما في زباين في ذا الشارع ابدا، ما في احد يجي من الظهر طالع من صباحية الله علشان ترزق الله، ولا في زباين. ارحبوا ارحبوا، تفضل 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 معي معي معي. هذا والله حياكم الله حياكم الله، هلا بالدراهم هلا بالدراهم. السلام عليكم. السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. مستعدين؟ وين بتروح يا الحبيب؟ ودني شارع الهوامير. شارع الهوامير؟ وين ذا موجود؟ اللي في حي الحصالة. عرفته، ترى يسموني وليد ماب. اي ما شاء الله. انتم كان عندكم الظاهر في شارع جنب شارعكم اسمها المطانيخ، بس الظاهر انهم وقفوها. ايه دوام من اول. هدموه؟ ايه هدموه هدموه. انه لله يعني ما عاد في الا الهوامير. بس الهوامير. ما شاء الله تبارك الله. وانت يا الحبيب وين تحب تروح؟ جدة. جدة جدة. نعم. ما شاء الله تبارك الله. ومشينا على جدة. طوط طوط. ها يلا نشغل السيارة وننطلق. يلا. بسم الله. اوه. يلا نمشي يا شباب بسم الله. اجل نسلم كلام. دقيقة دقيقة بس خلنا ننشد يا اخي. على ذا مب احد مو مهم. بتروح جدة اجل ها؟ ايه ايه. ومشينا على جدة طوط طوط، اهل الرخاء والشدة طوط طوط. مشينا على جدة طوط طوط، اهل الرخاء والشدة طوط طوط. ومشينا على المدينة طوط طوط، صلينا ما ملينا طوط طوط. ومشينا على المدينة طوط طوط، صلينا ما ملينا طوط طوط. ومشينا على حصالة طوط طوط، وفزنا بجدارة طوط طوط. ومشينا على حصالة طوط طوط، وفزنا بجدارة طوط طوط. ايش بك زعلان يا ابن الحلال؟ اخي خلاص ركز تكفى، نبي نوصل بسرعة. ابشر ابشر طال عمرك، ابشر ابشر. اقص اسكت انا يمدي. انا لله طوط طوط. هلا والله. رحية ايه برج المطنيخ من زمان بايع، عندي برج هامير لسه يوصل مليون قرش. حوله حوله ايه. فالحبل اسلمك الله بيك، تجهز لي 12 بنت لي 6 لكزس. تكفى ابي الحفل شعلل. ايه ايه ايه. يلا يلا الحين جايكم. يلا مالنا مالنا. انا لله 12 بنت لي يا ظالم. انا اعرف الواحد ياخذ سياره سيارتين بالكثير درزن. لا وبنت لي بعد. ايش عليك؟ اذكر الله بس اذكر الله. ما شاء الله ما شاء الله تحسدني حسدك. انا ما احسد احد ترى، ما احسد احد. بس يا اخي 12 كثير، وش تسوي فيها 12؟ الله الوان مختلفة. اوه يعني انت نظامك كل يوم اطلع بلون. ايه ان شاء الله. انا اروح العزيمة اخذ اسود، طلع علي ابيض. الله يا الدنيا. طلع مع اخوياي يمكن ازرق. الله يا الدنيا. شوف الناس. رحت برنامج فريقي خلاص. والله لو اوريه الحين بخليه يطفر. ايش تقول؟ لا 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 اقصد اقول يعني سلامتك. ابشر ان شاء الله وصلنا تقريبا الطريق. يلا يلا وصلنا يا طويل العمر. ايه كم حسابك؟ حسابي طال عمرك 1000 ريال بس. شو؟ 1000 ريال؟ ترى لنا 10 دقائق. 1000 ريال انت؟ وش ال 10 دقائق؟ لنا ساعة ونص في الطريق صح ولا لا؟ الا لنا ساعة ونص بس. انا بشرح لك الان خط جرينتش احنا نمشي عكس خط الاستواء، عرفت؟ فعشان كذا انت ما تحس في الوقت. اعطني حسابي لو سمحت. يا ابن الحلال عطني حسابي. يا شيخ امسك يا فضيل كان العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا لا الآن شو اسمه أنت وديت الهوامير بعشرة آلاف. أنا بجدة كم مليون؟ أنت تروح. لا ما عليك أنت، الموضوع سهلات إن شاء الله معك. هو الرجال واضح إنه فلوس، قلنا نترزق الله من وراء، لكن أنت ما عليك براعيك. يعني الآن لعبت عليه؟ يا رجال ما يسمونها لعبت عليه، يعني يسمونها كذا يعني فهمت؟ إيه. راح يترزق الله. تدري عاد الشغل الفترة ذي صعب وكذا. الله المستعان. ايه اقول لك شفت هالشنطه؟ هالشنطه يا طويل العمر والسلامه
أنا رايح لجدة عشان أسلمها رجل أعمال كبير فيها 1,500,000 ريال تقريباً. أنا رايح هناك أشتري لي عمارة أترزق الله من وراها وأأجر. 1,000,000؟ الله الله يا رب، الظاهر اليوم الوالدة دعيت لي. جميل جدا جميل، ابشر إيه؟ بعزك بوصلك بالسرعه المطلقه. إيه اصبر بس، تراي مستعجل. دقيقه، تلعب على خلق السياره فيها مشكله. شلون؟ الظاهر الكفر اللي ورا فقع. اه بشوف، خلني اعطي الشنطه خلها هنا. وانت بالله تاكد من الكفر. مع السلامه يا ذكي. استنى لعب علي. اخيرا صرت مليونير. مليونير، هلا يمه هلا يمه. وش تبين؟ سمك هامور في الطريق؟ ابشر يا ابشر طال عمرك، صرت مليونير ابشرك يمه. اللهم لك الحمد، الحمد لله، هذا توفيق من ربي. دعواتك يمه، دعواتك. لا حول ولا قوه الا بالله، ما توقعت ان هاليوم يمر علي في حياتي. اخيرا اخيرا بيتحقق حلمي، بشتري قصور و12 بنتلي. كيف تفتح ذي؟ كيف تفتح؟ يا الله يا كريم، ما عرفنا لها. الله، الظاهر انا ما تبي يبي لها باسورد. خلينا نشوف، نحاول نعرف الباسورد حقها ونفتح. نفتحها. فلوس فلوس يا ابوي. لا حول ولا قوة الا بالله. افتح يا بنت الحب. الله، اخيرا. ها، الفلوس وين؟ يعني الحين ذاك البزر يلعب على خلق الله. وصلته الجدة، لعبت عليه وعطيته درس ما هو بناسيه بإذن الله. تلعب على خلق الله؟ طيب عطني حساب الأجرة.